تعال نسوي الأضلاع البقرية في البيت بأسهل طريقة وبالفرن. عندي هنا قطعة ضلوع بقرية، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، حطيت تحتها قصدير ورق زبدة عشان لما تبلها أغطيها كمان بورق زبدة وقصدير. راح أضيف عليها سائل تدخين، طبعا إذا ما عندكم عادي جدا استغنوا عنه، بس أنا شريته بصراحة وقلت لازم أجربه. خلاص نخليها 10 دقائق بسائل التدخين وننتقل للبهارات. سكر بني، ملح، بابريكا، بودرة الثوم، فلفل أسود بس يكون طازة، وميكس البهارات مع بعض. بقلب الضلوع وبتبلها من الخلف لما أغطيها بالكامل بالتتبيلة، بعدين أقلبها. خلاص أهم شيء غطيناها تماما بالتتبيلة، غطيها بورق الزبدة وفوقها القصدير. خلاص نقفل عليهم بشكل جيد. صينية فرن يفضل فيها شبك عشان أحط موية تحت، عشان هذه الموية تعطيني بخار وتحافظ على رطوبة اللحم. نحط فوقها اللحم وعلى الفرن. الفرن عندي شغال من تحت على درجة حرارة 180، حطيتها بالفرن وتقريبا هتاخذ مني 4 ساعات. بقول لكم بعد الفيديو ايش صار عليها. شوفوا معايا ما شاء الله، هذه بعد مرور 3 ساعات ونص بالفرن، شوفوا العظمة كيف ما شاء الله. شوف لي ما شاء الله تبارك الله، يا سلام يا سلام. تعالوا تعالوا شوفوا ما شاء الله، يا سلام يا سلام. شوف لي ما شاء الله تبارك الله، شوف شوف الطراوة، شوف شوفوا ما شاء الله، يا سلام يا سلام. شوف يا ويلي.